تنتهي وتتلاشى كل السلبيات الموجودة. دائما مع فهد العتيبي على رأس الساعة، فاصل وبعدين نرجع لكم. جمهورية إيران الإسلامية، وتعرف باسم إيران في السياقات السياسية الرسمية، وتقع في غرب آسيا وذات حكم جمهوري إسلامي، عاصمتها طهران، ويعني اسم إيران بالفارسية أرض الآريين، وتم استخدام الكلمة محليا منذ عهد الساسانيين، وقبل ذلك كان البلد يعرف ببلاد فارس، ويستخدم كل من فارس وإيران بشكل متبادل في السياقات الثقافية. إيران هي أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تعد من أكبر الدول في آسيا، ويبلغ عدد سكان إيران حالياً ما يقارب 73 مليون نسمة. أما في كرة القدم، يشارك منتخب إيران لكرة القدم للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام 1978، 1998 و2006. علم الدولة: ملعب المنتخب الأساسي ملعب أزادي. تأسس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في عام 1920، وانضم إلى الفيفا في عام 1945. رئيس الاتحاد الإيراني علي كفاشيان. مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي كارلوس كيروش. طقم المنتخب الأساسي. طقم المنتخب الاحتياطي. أبرز اللاعبين الذين مروا على المنتخب الإيراني: علي دائي، محمد كريمي، مهدي رحمتي. أبرز اللاعبين الحاليين للمنتخب الإيراني: مسعود شجاعي، جلال حسيني. إسبانيا، وتعرف رسميا بمملكة إسبانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي. تقع في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الأيبيرية. تعتبر إسبانيا دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. عاصمتها مدريد، وهي أكبر مدنها. لغتها الرسمية هي الإسبانية، وتعد ثاني اللغات الأم استخداما في العالم. تعتبر إسبانيا من البلدان المتقدمة، حيث أن اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي. يفوق عدد سكان إسبانيا 47 مليون نسمة. ومن حيث المساحة، فتعد إسبانيا ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي بعد دولة فرنسا. أما في كرة القدم، كانت أول مشاركة للمنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1934 المقامة في إيطاليا، ويصنف المنتخب الإسباني الأول على مستوى العالم، ويعتبر الفريق الأوروبي الوحيد الذي حقق بطولة كأس العالم خارج قارته في جنوب أفريقيا عام 2010. علم الدولة: تأسس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في عام 1904 ميلادية، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1913. رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخيل ماريا فيلار. ملعب المنتخب الأساسي سانتياغو برنابيو. مدرب المنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي. طقم المنتخب الأساسي:
طقم المنتخب الاحتياطي. أبرز اللاعبين الذين مروا على المنتخب الإسباني: مانويل خيمينيث، بيب جوارديولا، راؤول غونزاليس. أبرز اللاعبين الحاليين للمنتخب الإسباني: إيكار كاسياس، سيرجيو راموس، أندريس إنيستا. من جديد حياكم الله مشاهدي القنوات الرياضية السعودية في فوانيس اللي يأتيكم لليوم السابع على التوالي في هذا الشهر الفضيل، نخصصه هذا المساء عن المسؤولية الاجتماعية اتجاه اللاعبين المعتزلين وحتى اللاعبين الحاليين. أذكر فقط في ضيوفي حسن حمران وأحمد الدوخي وحسين الحبشي ومضحي الدوسري في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. وأرجع وأقول بأنه أيضا على مستوى الأندية اليوم أكثر من نادي وبالأخص الأندية الكبيرة أصبح لديها مسؤولية اجتماعية مباشرة، لديها لجنة أو لديها إدارة ويقومون بدور كبير ودور فعال مشكورين، لكنهم يقومون في المسؤولية الاجتماعية اتجاه أطراف خارجية مثلا، ولكنهم لا يفعلون هذا الجانب مع اللاعبين اللي سبق وأن خدموا النادي. اللي يهرب دائما من الحديث عن الأندية أبو حسام، الأندية اليوم عندها مسؤولية اجتماعية وعندها واحد ماسك المسؤولية الاجتماعية ومعه فريق عمل ويؤدون دور كبير، يعني اتجاه جمعيات خيرية، اتجاه من أعلنوا عن إسلامهم، أمور كثيرة شفناها، أدوار كثيرة، لكنهم لا يوجد لديهم أي دور حقيقي اتجاه اللاعبين اللي سبق أن مثلوا النادي. تفضل. بركة منهم اللي يسلمون الناس عندهم بعد. سم؟ أقول بركة أن الناس تدخل الإسلام عن طريق الأندية، هذا شيء جديد وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لا، هم يستقبلون اللي مثلا أسلموا عن طريق في رؤساء أندية، لقنوا بعض اللي دخلوا الإسلام الشهادة. صحيح يعني. أنا أتكلم في مكاتب دعوة منتشرة مثلا مكتب الروضة، مكتب النسيم، أكثر من مكتب دعوة، إذا أسلم عندهم أحد كنوع من يعني التشهير بالإسلام وأيضا كنوع من عملية إعطاء الموضوع جانب إعلامي ثقيل، يودونهم إلى لاعبين ينطقون معهم الشهادة يقدم له هدية، هذا جانب ممتاز جدا. بس لكن أنت بطريقة كالي همشت الأندية، لا بالعكس، في لعيبة أجانب أثروا عليهم اللعيبة السعوديين. ناوي جاي للبرنامج لا 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 لا, 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 لا 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 أثروا عليهم اللعيبة السعوديين ودخلوا الإسلام عن طريق بعض المجموعة اللي هم معه يلعبون، يعني كثير لا كثير. نهمش الأندية ونحسبها الجمعيات من برا ومس هذا أنه يقوم بدور تلقين الشهادة، لا، هم عملوا واجب عليهم اللعيبة. نرجع لحديثنا اللي هو المسألة الاجتماعية في الأندية، هذا واجب عليهم، هذا واجب عليهم، ولا أشك واحد في الألف أنه أصحاب السمو من رؤساء الأندية أو أصحاب السعادة من رؤساء الأندية أنهم ما يعملون الأشياء الاجتماعية وكذا. يعني أنا أعرف كذا حالة اجتماعية وقف فيها الأمير فيصل حقيقة يشكر عليها، ولا والله أني ملزوم أنا أوضح أكثر لأنه يمكن ما يرغب الكلام هذا، وأنا أعرف لها يعني أكثر من عمل خيري وقف فيه، وهذا ما يستغرب منه ولا يستغرب من الأمير عبد الرحمن مساعد ولا فهد بن خالد ولا رئيس الاتحاد ولا جميع رؤساء الأندية، ما يستغرب منهم، يستغرب أنهم ما يقومون بالدور هذا. أما إذا جينا للجانب اللي هو اللاعب السابق كيف دورهم معه؟ أيضا يا أخي أنا والله أعاتب وأشرح على اللعيبة الحاليين، لا، المفروض أنه يصير هنا. أنا أذكر في زمننا كنا نجتمع ونستقطع من مكافآت لا تتجاوز 2000 و3000 ريال في النصر والهلال، وحسين يعرف الكلام ده والأخوان يعرفون،
وندفعها مع شخص معين يوديها للاعب سابق قبلنا. يعني بس ان هذا عمل حتى الان لا زالت، حتى ما تتوقع انكم لحالكم، حتى الان انا اعرف حالات كثيره على مستوى انديه يسوون يعني هذه الطريقه. اجل جميل، كيف نحارب الانديه؟ اجل كيف تبغاني احارب الانديه؟ حارب، انا قلت لك حارب او اهاجم الانديه. ولا قلت لك هاجم، انا اقول انت القيت اللوم على الرئاسه العامه لان هي صاحبه القرار وعلى الاتحاد السعودي لكره القدم. نعم، برضو النادي هذا اللاعب، يعني مثلا خلني امثل بالدوخي موجود ولا مضحي ولا حسين ولا انت، هذا اللاعب ساهم في اسعاد الجمهور، ساهم في رفع قيمه النادي على مستوى البطولات، مو مفروض انك تقف معه؟ واجب. طيب معظم الانديه ما تبي ريح لاعبينها السابقين، لانه الان اصبح مشكلتهم مشكله، هم الان في وضع ماساه، العقود باهظه يا رجل، في بعض اللعيبه راتبه في الشهر 500,000 ريال، الآن رئيس النادي يدخل في مخباه 5 و10 ملايين ما يطلع. رواتب اللاعب الآن، رواتب الأندية الآن في بعض الأندية 10 مليون، عشر زي ما تفضل الأخ أحمد. الأخ حسين قال كلمة من شوي أنه رحمة الله عليه الأمير عبد الله بن سعد يقول له معي 13 مليون أقتحس على الأندية. أجل اللي في الاتحاد بيقوله وفي الأهلي بيقوله وفي النصر بيقوله 13 مليون، الآن 13 مليون شو تسوي بك؟ تعطي لاعب يعني مش سوبر ستار يعني وسط ما يقبل 13 مليون في 3 سنوات و4 سنوات. طيب حلو، وهذه مشكلة هذه. أبو نواف المسألة اسمعي أرجع لك وأجاوبك على النقطة دي. يجب على كل رئيس نادي ويجب على كل إدارة ويجب على كل أمين عام نادي أن يعمل على هذا العمل، وهذا واجب عليهم ولا يشكرون عليه حد. أبو نواف والله يعني هو يعني بعض الأندية يمكن يقول لك أنا ماني ضمان اجتماعي، أنا نادي رياضي، الفترة اللي أنت تشتغل فيها أنت الآن تأمن نفسك ضمان اجتماعي، هذه في الفترة طبعاً حنا ما لحقنا على الاحتراف، الآن الاحتراف هو يعني لو لحقنا على الاحتراف نقول إن في ضمان اجتماعي، لكن اللعيبة السابقين ما كان عندهم ضمان أو ما نحترف في ذاك الزمن. لكن أنا يعني في الوقت في 92 اللي هو صدور قرار الاحتراف في السعودية، طبعاً حتى مسمى لاعب محترف ما كانت مهنة، يعني ما فعلت إلا هذه السنة مع سعود كريم. يعني المهنة يجب أن تكون مهنة لاعب محترف. لا من قبل أبو نواف، هي من قبل بس ما كان فيه اهتمام، ولا هي من ما قبل كان فيه تفعيل زي ما قال لا ما كان فيه اهتمام، مو بتفعيل، ما كان فيه اهتمام. لا هو شوف، أنت لما تحط مثلا لاعب محترف هذا خلاص اعتبر أنه موظف. أي صح، زي الان طبعا اول مره تصدر تقصد بس الاحتراف في استقطاع يعني تامينات اجتماعيه، كل هذه تامين صحي، الامور هذه يفترض انها تكون موجوده في جدول اللاعب في فتره اللاعب اللي يكون لاعب. انت يعني لو بنتكلم عن اللاعب السابقين هذول كان يعني يستقطع من التذكره ريال، احنا لو بنحسبها في الحسابيه يعني الريال هذا يمكن الان لو اننا نحسبها بالريال هذا نجد ان الريال الان لا يقل عن 100 مليون يمكن في صندوق اللاعب. هذا صحيح. طيب وين راحت ال 100 مليون؟ وين راحت؟ طيب وين راحت؟ للاسف هو المشكله لا مستفيد من هذا الصندوق اللي من 1400 او يمكن من عام 95 بدايه الدوري السعودي. الدوري السعودي بدا 95 اللي طبعا بالهجري مش خمسة اللي هي 75 ميلادي. حلو. شفت؟ يعني من هذاك الزمن يستقطع ريال، وكان يسمى ريال المعاقين، هذا على جنب ترى، على فكره مو نفس الريال اللاعب، يعني من كل تذكره ترى، من كل تذكره يستقطع، من كل تذكره. طب انا ليش ضربت لك بالهلال والنصر؟ يعني في مباريات كان الجمهور يجلس في الممرات حقت الجمهور، يعني تصور هذا الجمهور لما يكون الاستقطاع 60,000 ريال، نضرب على هلال ونصر واتحاد واهلي واتفاق وقدسيه في ذاك الزمن او اتفاق ونهضه، جاب ازرق يعني هذه المباريات كانت تدخل عليك مبالغ 40,000 في السنه. شكرا. يعني من خلينا نحط الماكسيمم كم في مباراه في الدوري؟ 22 مباراه. زين لو قلنا 22 مباراه لكل نادي ومن 30,000 كم تطلع؟ تسوى في راسك 300 وهذه يمكن 360,000، صح ولا لا؟ حلو. 360,000 يمكن من 45 سنة
احسن. حسيت موظف بنك تصدق؟ والله حسيت موظف موظف لا 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 تخيل مشروع لا لا هو حق مشروع لانه اي لاعب مشروع خلنا دافع عن لا لا دافع بسالك بالله تقول لي امانه منو اللاعب اللي سجل بسندوتش؟ يقول في لاعب سجل بسندوتش منو صح؟ هو يعرفه بس ما يبغى يقول تعرفه. انا 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 شوف انا هذا هذا اللي سجل زي ما تفضل اخي حسين يستحق التكريم. يستحق التكريم يستحق التكريم. طيب منه عشان لانه عشان طالب التكريم كان ذكر ذكر لاعب. انا قلت لك انه مرت فتره حقبه زمنيه معينه يعني كانوا يستجدون المكافآت وذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعيد وبعض الرياضيين وبعض الامراء يعني كانوا يصرفون مبالغ زهيده جدا. كيف تبغى اللاعب اصلا يحصل على اساس انه عسى بس يحفظ مستقبله ان كان؟ وهنا هنا حقيقه ابغى اشير لنقطه معينه. يجب ان يكون هناك في الانديه يعني انا على سبيل المثال اضرب مثل فيي انا يوم من الايام الدكتور جمال الشرقاوي الله يذكره بالخير ويعطيه الصحه والعافيه ومن الناس اللي خدم الرياضه السعوديه عن طريق نادي النصر صحيح كان جاب لي يوم من الايام في 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 في, في التمرين ايام زقالو كنا نتمرن وانا صغير يعني من الناس اللي ما ادخل التقسيم الا اخر عشر دقائق ربع ساعه وجاب لي مكسرات لبسها وسط الملعب حتى وقف التمرين. فانا اعتبرت الرجل ذا سبحان الله حسيت بحنان الابوه فيه كذا. يوم انتهى التمرين رحت وقبلت راسه قلت له يا دكتور جمال يعني انا واحد من اولادك بس كان ارسلت واحد فيها او اذا طلعنا كذا. قال لا يا ابني اخشى عليك انه يعني تتعور او شيء كذا. قلت طيب انا ابغاك دائما يعني تمدني كذا. اول ما سالني ايش تسوي بمكافاتك؟ هذه فتحت لي افاق. بعدين قال اهلك رجال اعمال ليش انت ما تصير انت تتجه وتشوف اصغر واحد من اخوانك رجال اعمال كذا. مسكت السريع لا انا ما شاء الله الله لا يضر يا اخوي ماجد اخوي ماجد انا اتكلم على قضيه انه لابد انه يكون في الانديه اهتمام كبير يعني. طيب خلينا نروح للمضحيه لابد يكون في الانديه هناك ناس يعني يطرحون مثل هذه الافكار على اللعيبه. الان اللي راتبه 500,000 يقول يا اخي كم تصرف الشهر 10,000 عندك 490,000 عندك 450,000 ابو حسام بعد الجلسه لهم دول انا اقول لك جليس لما يكون خل موجه خل موجه حكي شوي معليش انا ما اتكلم عن الموجه الموجه الاجتماعي او الموجه الديني او هذا للاعبين الان داخل الانديه مو موجود. انا اتمنى ان يكون في موجه. انت يا اللاعب مثلا عمره في العشرينات لازم يكون هناك موجه صح زي يعني لا لا الحين زي اداره التعليم الحين طيب اذا كان اللاعب عاصي يا ابو نواف موجود ما يعني اذا كان اللاعب نفسه عاصي يعني لا يسمع لا كلام والله صدق ترى في حالات كثيره الحين عاد هذا خصيم نفسه والله في حالات كثيره موجوده انا في ملاعبنا مضحي المسؤول اديت رساله يعني مثلا يجيك اللاعب لا مثلا يسمع هو شوف كلام لا يسمع كلام والديه ولا يسمع كلام يعني الجلساء اللي معه خلاص اللي ما يسمع كلام والديه هذا اغسل يدك منه كلكم تضحكون مع بعض الحين المشاهد ما حيفهم شيء. طيب مضحي خلوا مضحي مسكين ما اعطيته فرصه لا بنعطي مضحي لانه تطرق حسين او الاخ احمد يقول لك اذا كان اللاعب ما تجاوب هذا المسؤول اللي يرعى اللاعب ويرعى لمصلحه اللاعب ما هو ملزوم فيه هو يعطي نصيحه هو بعض الناس ترمي له بس نصح معين يا اخي يتقبله وتحصله هو الله فتح له الافاق من هذه الكلمه وهذا الدكتور الشرقاوي يوم نصحك وما شاء الله انت ما اسال الله له التوفيق وانا لازلت الى يومك ادين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى واقوم بزيارته ما اعد الا في مقام والي من طيب اصلك والله. طيب ابو مضحي الان ابو مهند ها ابو مهند عشان ابو ابو مهند طيب الان في الانديه في ظل وجود المسؤول عن المسؤولية الاجتماعية انت تشعر في انه هم مقصرين هذا اللي جو وقالوا له تفضل فعل دور المسؤولية الاجتماعية في النادي ما حط من ضمن العناصر الأساسية عنده تفعيل دور اللاعب اللي خدم النادي استخدام هذا اللاعب في مناسبات المحاولة الى مساعدته اذا كان محتاج يعني تجاهلوكم مسؤولين المسؤولية الاجتماعية في الأندية؟ أول شيء خلنا نذكر شيء إن إحنا ذكرنا الاتحاد السعودي والأندية الاتحاد السعودي والأندية في برضو عنصر أساسي هو أعضاء الشرف. أعضاء الشرف لهم دور أعضاء الشرف لهم دور كبير يعني حتى في الأندية وفي مساعدة الأندية يعني بصراحة أنا أتكلم بالأمانة يعني أعضاء الشرف ممكن هو يوقف مع اللاعب بعد الاعتزال برضو
ان ناسين دور عضو الشرف. عضو الشرف مسكين قاعد يدعم ويدفع، ولا نذكره بلا بخير ولا بشر. عضو الشرف برضه اساسي من ضمن يعني منظومه هذه كلها، الاتحاد السعودي والنادي، وعضو الشرف هو الاساس. يعني نعرف ان في انديه ترى قائمه على دعم اعضاء الشرف، لو وقف دعم اعضاء الشرف هبط النادي. اي بس مضحي، عضو الشرف يبغى يعطي ويدعم اللاعب اللي موجود يلعب، ما عنده استعداد يقعد. لا لا والله في اعضاء شرف برضه يدعمون لعيبه برضه تركوا الكوره، اعتزلوا عن الكوره، في اعضاء شرف وقفوا. بس طيب. طبعا اشياء فرديه، طبعا مو اشياء يعني مثلا أنا. ممتاز. يعني اذكر لك يا استاذي ماجد، الكابتن مضحي صار له اشتراك وكان عنيف جدا، وهو غير مقصود طبعا، مع ابو اللاعب سيفين، عبد الرحمن ابو سيفين في الاهلي. نعم. وانا في بيتي ما كنت حتى متابع المباراه، وجاني اتصال من الامير تركي بن خالد، وانه ما يحب نذكر اسمه الان لانك تطرقت لاعضاء الشرف، قال يا حسن بيجيك مضحي وحاول تهيئ انهم يستقبلون هناك ويعتذر ويقوم بزياره لعبد الرحمن ابو سيفين وكذا. وكان هو متاثر جدا، انا اذكر ما كان لي معرفه بالاخ مضحي لاني بطلت قبله حقيقه، فما استغربتها من الرجل حقيقه بلطفه وتعامله، وكان متاثر جدا حتى اني انا والله تاثرت. يعني وجدت المصاب ما هو ابو سيفين، انه الاخ مضحي، فراح وقام بدور كذا. هذا عمل عضو شرف في امريكا، كان وقتها في امريكا. صح. فاعضاء الشرف ان شاء الله انهم ما يتخلون، واعضاء الشرف في النصر والهلال وجميع الانديه حقيقه لهم مواقف جيده وكذا، لكن عاد انه احيانا الاهواء في تصير في جانب لاعب غير لاعب، وهذا يعني عمل ما هو منظم. ما شاء الله عليك، كنت تقوم بادوار كثيره من خلف الكواليس. تتذكر يوم ترجع الهريفي بعد؟ ما شاء الله عليك، انت حاضر هذا الموقف حقيقه، والهريفي يستاهل، والهريفي يستاهل يقف معه، وفعلا عاد للنصر وحقق بطولات، وصل مع كاس العالم. لكن انه الاحداث كثيره جدا في النصر وفي الهلال وكذا، يجب ان نتكاتف، لانه هذول نجوم. يعني بعض النجوم يخلدون لسنين، بعض النجوم الان في السعوديه يحققون القاب وهم بطلين لهم سنين. صح. يعني انا اذكر لك مثلا، وانا اتكلم بامانه، انا لعبت امام الكابتن حسين. يعني هذا الرجل ليس والله لأجلنا قدامي، أنا ما شفته من 20 سنة يمكن 3-4 مرات، اتصالات بيننا ورسائل بيننا وكذا، لكن كنا نعتبر حسين المهاجم رقم 1 للهلال. أما هذا الرجل يستحق التقدير من الهلال؟ عشان أسجل فيكم يعني؟ سجل 6 أو 7 أهداف. 7 ما شاء الله. يعني سجل أكثر من ما شاء الله. سجل أكثر من المهاجمين أهداف. سجل أكثر من المهاجمين. ودنا لحق عليك أبو حسام. سام. ودنا لحق عليك أنا. والله لا تستحق الثناء. انا ظهير يمين ظهير شمال. تستحق الثناء يا كابتن احمد، وتستحق لعب امام نجوم في الهلال في الاتحاد في الاهلي. في تويتر قال لي واحد ناقصكم 2. والله اخر اتصال بيني وبينك قبل يومين في عمل تجاري. ما شاء الله كلكم ما شاء الله. والرجل الله يذكره بالخير صديق وحبيب، ومن النجوم اللي يخلدون في تاريخ الكره السعوديه. طيب عموما بس انت الحركه هذه يعني هذه منك وليس من تويتر، مشي. والله ان واحد من السلع ما يخالف، بورك اياه بعد الحلقه. انت طيب. اذا بغيت انا اجاوب على يوسف بهذا القدر. ماجد، انا هذا الرجل انا احبه صراحه، وكنت اشوفه عند هاشم سرور كثير، بس يعني كان يتهم يعني من قبل بعض الجماهير الهلاليه انه هو اللي اصابني، وانا الان اقوله ترى مو هو. تو اقول لاحمد، والله قاعد يقول قاعد يسولف لي قبل شوي، تو اقول لاحمد هذه يعني سالفه، هذه سالفه لا تنسى. كنت مرشح لتمثيل المنتخب عام 1406 الظاهر، ايه، وصار في احتكاك قوي بيني وبين عبادي الهذلول الشوط الاول، وفي نفس الشوط الثاني الاخ حسين باشتراك خفيف مع فهد الهريفي طاح وتعور وجاه الرباط الصليبي، استبعدوني وصارت الحرب الضروس علي، واتهموني باصابه هذا النجم الكبير. وعبد الجواد وقتها كان عنده رباط، وجابوا لاعب عنده رباط اللي هو عصام سفيان. فالله تقبلتها صراحه ابو علي، يعني لعلها ان شاء الله كفاره لك. الحمد لله. ولكن انا اقول لك انه اتهموك والله اتهام ولا لك دخل. انا شوف مستحيل، يعني شوف ظهير ايسر يقابل ظهير ايسر ما تجي هذه ما تصير. لا كان اثنين ما في. اول شيء انا واحد المدافعين وانت مدافع، كنا نعطيك شيء من الاهتمام لانك نجم كبير. الله يخليك، شكرا. طيب عموما في جانب اخر مهم جدا ولا بد اننا نتناوله في فوانيس هذه الليله،
وهو اعتزال اللاعب أو بالأصح مهرجان وحفل تكريم اللاعب. هل هو مسؤولية النادي فعلياً؟ وهل النادي مطالب فعلاً بأن يقيم مهرجان احتفال لأي لاعب يعني يعتزل ويقدم خدمات كبيرة للنادي حتى يستفيد من هذا المهرجان من الناحية المادية والمعنوية والجماهيرية؟ خلني معك مضحي مباشرة. اللاعب اللي خدم وقدم فعلا عطاء كبير لناديه، مفروض على ناديه أن يقيم له حفل اعتزال؟ هو مو بلازم إقامة حفل اعتزال، يعني المشكلة شوف، أنت عارف يعني أنت خدمت مثلا أي قطاع حكومي، لابد من نهاية الوظيفة، نهاية مثلا دوامك النهائي وزي كذا تكرم، فهمت علي؟ يعني حنت لك مثلا راتب، مثلا راتبين زي كذا نهاية تقاعدك. عندنا لا، ما فيه. أنا ما أتكلم بصراحة، خلوها تكريم جماعي. أنا ورقة تكلمت فيها وأكررها، يعني ليه ما تسوي مثلا أعضاء الشرف تضامن مع رئيس النادي؟ أنا ما أضغط على رئيس النادي، لأن رئيس النادي عليه مسؤوليات. ليه ما يتكاتف أعضاء الشرف مع رئيس النادي؟ سوون تكريم جماعي للعيبة، مو بلازم يا أخي تدعم بمال يا أخي، معنويا. يعني مثلا ميدالية درع، ترى هذه برضه ترى معنوية للاعب كويسة. بس إنه ما هذا الموضوع ترى ما في تفعيل فيه صراحة، ولا في مثلا في تواصل بين اللاعب والنادي. إذا خلاص ترك النادي اللاعب، خلاص هو في حياته وفي النادي في حياة ثانية، ولو طلع اللاعب في أي وسيلة إعلامية ولا صحيفة ولا شيء، طلع هو عدو النادي. فهذه مشكلة، هذه المشكلة ان النادي دائما اي رئيس نادي يمسك النادي، اي لاعب يطلع هو عدو النادي. لا، مو عدو النادي. ابو فهد، والله يعني انت ما شاء الله ما شاء الله توني بقول لك والله ما شاء الله، في الهلال، في الاتحاد، في النصر، في قطر القطري، يعني لكن الواقع انه عمرك اكثر عمرك الكروي يعني امضيته في الهلال. تنتظر من الهلاليين انهم يقيمون لك حفل اعتزال؟ والله شوف، يعني الواحد صعب انه يعني يفرض على اداره الهلال او اعضاء شرف الهلال. انا وارجع اقول انه مثلا الحمد لله رب العالمين، انا قدمت الكثير لنادي الهلال في جميع البطولات وجميع المسميات الحمد لله. ف انا اعتبر هذا بالنسبه لي هذا اعتزال وشرف لي كبير، يعني لأن أكثر نادي حققت فيه بطولات. يستاهل، يلمح، يستاهل. والكابتن أيضا مضحي يستاهل، لأنه ترك بصمة. النصر تميز بحراس عمالقة. طيب تبني الموضوع، وهذا الرجل يستحق، لأنه ترك بصمة جميلة. الكابتن أحمد، يعني نتكلم على زمن ما كنا فيه، الكابتن أحمد كان ما شاء الله تبارك الله لهم بصمة لهم كذا. نسأل الله لهم التوفيق، وأيضا الأندية إن شاء الله. إحنا نتكلم على الرعيل الأول. أنا اهتمامي في النجم اللي أفل، يعني عطى الرياضة ظهره وحياته الآن، ونتمنى، نسأل الله التوفيق إن شاء الله للعيبة الموجودين الآن. هم عليهم خوف إلا من فرط في نفسه، عاد هذه مشكلته. صحيح. وفرط بدروس أمامه، يعني واقع أمامه من اللعيبة القدامى، ويأتي رجل راتبه 400,000 300,000 400,000 500,000، وتجد بكرة يعني أوضاع سيئة، هذا هو يتحمل مسؤوليته. لكن أنا أتكلم على اللاعب القديم في الألعاب السعودية المختلفة، يفترض صحيح. أن يقدر إلى أن يتوفاه الله من هذا المؤسسة القائمة اللي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مؤثرة في أندية طبعا. جميل. أبو نواف، أكثر الأندية منه، أكثر الأندية اللي تشعر أنه كان وفي مع لاعبينا؟ أكثر الأندية؟ أنا بجاهد تحرجني. ما في إحراج يا أخي، رأيك. اسمع، بقولك شيء. المفروض الأندية، يعني أنا معليش طلعت على الموضوع نفسه اللي قلته بس ما سألتني فيه، اللي هو تكريم، من يستحق التكريم؟ هو نفسه اللاعب. لا شوف، اللاعب القديم غير اللي ما أخذ رواتب وكان يلعب بمسمى هاوي وليس محترف، هذول اللي يستحقون التكريم. لأنك أنت كنت بس تعطيه مكافآت، يعني أنت واحد منهم. لا، أنا الحمد لله لحقت الاحتراف. شوف، أنا ما أتكلم عن كرموني وما كرموني، أنا أقول لو يعني يمكن الهلال ترى على فكرة عنده نسبة عالية من التكريم، والنصر عنده نسبة عالية من التكريم. أنا أذكر كان كرموا الله يرحمه سعد الجوهر، محمد سعد العبدلي، تكريم جماعي
تكريم جماعي اذكرها هذه. لا تقول لي يعني بعد الحين تقول فيك نصراويه، انا اكثر زملاء لي هم نصراويين، يعني يمكن 90%. الامير حسام بن بدر اخوي 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 حسين الفيصل حسين عبد الرحمن اخوي حسين. انا اعرف في موقف ذكره اللاعب حسين الحبشي الله يرفع عنه وعنه البيشي الحبشي حسين الحبشي لاعب الهلال السنتر فهد الحبشي فهد يقول لا فهد يقول انه وقف معي عضو شرف نصراوي في محنتي كانت قبل اسبوع او 10 ايام في جريدة النادي، ولا استغرب من عضو شرف هلالي ان يقف مع لاعب نصراوي، لانه ترى على فكره ما نطالب الان بتكريم، في لعيبه انسانيه القضبان ساروا، في لعيبه دخلوا السجون ما حد وقف وراه. على فكره انت دارس اعلام سم؟ انت دارس اعلام؟ انا لاني متابع لك جيد. والله انك دبلوماسي انت خطير جدا. اصحاب البيزنس طيب لازم طيب ما جاوبتني، من هو اكثر الانديه وفاء مع لعيبته؟ حسالهم كلهم لا تخاف. انا والله اشوف الهلال، يعني شوف انا بقول لك الصدقه، الهلال والنصر هم اكثر الانديه اوفياء يعني بصراحه. والاهلي والاتحاد والشباب على حسب التكريم، على حسب التكريم صحيح. انا اعطيك المثل هذا، الهلال كرم كذا لاعب عنده والنصر كرم كذا لاعب، صحيح. لكن تجي للاهلي يمكن حتى محمد عبد الجواد اللي هو كان امين داب ومحمد عبد الجواد لا كرم محمد عبد الجواد كرموه الاتحاد يدخل الثالث لا كرموا عدد من اللعيبه ما في محمد صغير رحمه الله عليه الاتحاد حمزه ادريس يعني في اسماء كثيره بعد ما توفى صحيح مباراه خيريه لانه انتقل للاتحاد لا خيريه ما يعني ما انتقل للاهلي هو يقول مهدي الاتفاق سوى 8 اعتزالات نسيتوا ابو محمد عبد العزيز الدوسري وما قدموا يعني 8 اعتزالات والله احنا طبعا احنا يعني نتكلم عن المعلومات اللي عندنا واللي نشوفه ان الهلال والنصر والله يعني كرموا طيب مضحي من اكثر الانديه وفاء مع لعيبته والله اتكلم عن نادي انا ما اقدر اتكلم عن الانديه الثانيه لكن نادي اللي يعني على حسب المعطيات انه هو اكثر نادي يعني مكرم لعيبته السابقين وانت احمد أنا أشوف أن الهلال ليش الهلال؟ لأن الهلال أول ما يعتزل اللاعب غسل مخ ما انغسل مخه كويس في النصر لا, لا أقول لك الهلال ليش أقول لأن الهلال أول ما يعتزل اللاعب ما يقعد فترة طويلة وهذا الميزة في جميع الرؤساء اللي مروا على تاريخ الهلال لأن اللاعب أول ما يعتزل في نفس السنة أو في الموسم اللي بعده على طول يسوي له تكريم أنا أشوف أن الهلال أكثر نادي يعني ابو حسام اعتقد الانديه انا وافق الاخ حسين جميع الانديه عملت وابلت بلاء حسن بهالمضمار يعني اعتزال اللاعبين وكذا وحقيقه يعني هي حظوظ وتوفيق من الله سبحانه وتعالى احيانا الهريفي الى 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 اخر لحظات اعتزاله حتى الشريط وما الشريط كذا صارت ظروف معينه وكذا ماجد عبد الله تاخر اعتزاله فترات لكن اصبح يعني من حظه هو لانه قيم له اعتزال يعني ما شاء الله تبارك الله فانا اعتقد الانديه كلها هو إذا تأخر الاعتزال لأن شوف الاعتزال في أجيال لما تجي تأخر يعني الأجيال تنساك صح يعني بعد 5 سنوات يجي جيل جديد لا اللي كان عمره فعل اللي كان عمره 13 سنة صار عمره 18 ما شاف تاريخك ما شاف إنجازاتك يعني حتى ماجد عبد الله 9 سنوات كانت كثيرة جدا طيب 9 سنوات أنا هذا اللي أقول لك ما في مكان مغز زبرة مليان كان يمكن أكبر رقم تحقق في الاستاد لا هو ما يتكلم على الحضور الجماهير يتكلم على تأخيره شوف ماجد يوسف الثنيان يعني هذا أنا أعتبرهم أساطير كوس الإعلام عليكم دور يا أستاذ ماجد ماجد يوسف الثنيان ماجد ويوسف أساطير وسامي لا أنا أساطير الكرة السعودية ماجد يوسف وجهة نظر وش دخلتك في ايش؟ ها ابو فهد اقول دخلت انت في حوار ثاني هو لا هو يبغى لا هو يبغى البرنامج لا البرنامج ساعتين وبطبع المذيع وخاصه ماك ما قال لك دارس يعني ولكن ان نرجع للقضيه والله الاعتزال هذا شيء إن حصل وما حصل كله سيال لكن احنا نتكلم على الصندوقين صندوق الوفاء وصندوق الصندوق الاخر في اللجنة الأولمبية هذه يفترض أنه يصير لها اهتمام وأنها تفعل وهذا نسأل الله التوفيق في هالوقت المناسب أيضا أنتم كإعلاميين عليكم دور كبير جدا يعني أضرب لك مثل بسيط جدا في الإعلام ودور الإعلام يعني يمكن يعطيك سلب يمكن يعطيك إيجاب
أنا واحد أتابع الأيام اللي راحت بعد ترجل الأمير نواف بن فيصل بن فهد الله يعطيه الصحة والعافية على قضية أنه مع المكرمة خادم الحرمين الشريفين في الملاعب أنه ما هو وقت الأمير نواف بن فيصل، على أساس أنه تعيين الأمير عبد الله بن سعد أنه على أساس أنه عنده الخصخصة وعنده الملاعب وعنده كذا. وأتضح اليوم مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين أعلن عن وزير البترول بأنه أرامكو هي من ستنشي هذه الملاعب. فكل ما تداوله الأخوان الله يهديهم في التويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي من إسقاطات على سمو الأمير نواف غير مقبولة، ورجل يستحق منا الإشادة والتقدير، ونسأل الله أن يتبوى مركز آخر، وندعو للأمير عبد الله بن سعد أيضا الآن أنه الله يوفقه في مقتبل الأيام وأنه يحقق الإنجازات ويصل في رفع يعني جميل أسهم المملكة العربية السعودية الرياضية. نواف بن فيصل وأيضا الأمير عبد الله بن سعد كلهم عينين في رأس، كلهم بالتأكيد يحملون هم يعني رياضة سعودية ثقيل إن شاء الله إلى تقديم رياضة أجمل بإذن المولى عز وجل. مضحي، وبرضو الكل حيطرح عليه هذا السؤال، في كثير من اللاعبين يقول لك والله أنا لو عاد فيني الزمان ما لعبت كرة قدم لأني ما لقيت الوفاء، وكان فيه يعني جحود من عدة جهات ويلتني ما لعبت الكرة. أنت واحد منهم؟ والله شوف أنا أتكلم معك الأمانة، يعني أنا ضيعت مستقبلي الدراسي، ضيعت وظيفتي في سبيل الرياضة. لكن أحيانا أنت عارف الواحد، يعني أنا أتكلم تكريم، وش مو بالتكريم لازم تسوي مباراة اعتزال، التكريم حتى لو كلمة شكرا تكريم لي هذه. يعني أنا خدمت النادي في أسوأ الحالات في أسوأ الظروف، وأحيانا تكون في ظروف أنا برضو أمر فيها وكنت أخدم النادي فيها، يعني كنت أنا مستني مثلا من النادي كلمة شكرا. ترى هذه يعني أنا ما أتكلم مثلاً على مثلاً رؤوس الأندية، رؤوس الأندية يعني أحيانًا يكون عليهم مسؤوليات كبيرة، ما يقدر مثلاً يوفق بين اللعيب الآن وعقود الآن واللعيب القدامى، لكن برضو هذه في عنده أعضاء إدارة وعنده أعضاء شرف وعنده هذه تذكر، يعني لو ذكر مثلاً عضو شرف أو عضو من الإدارة وفعل هذه دوره إدارياً، الإداري ترى مو بإداري بس إني بس أنا إداري بس كرة القدم وخلاص وأنسى الباقي، لا. في قضايا كثيرة في النادي تفعيلها لازم يكون في تواصل بين اللعيب القدامى واللعيب الحاليين، لازم يكون في جلسات بينهم. يعني ليه لما يكون في جلسات بين اللعيب القدامى ليه؟ يعني هذه ترى حلوة، هذه ترى يعني صحية، مو يعني انها ضرر في الأندية. فأنا أقول لك أنا أتكلم لو عاد بالزمان كان قعدت على دراستي وعلى وظيفتي. وفي يوم من الأيام أحد قال إنه أنت جيت النادي وقال لك لا تدخل؟ والله هذه ذكر واحد من أعضاء الإدارة سابقا قال لي، قالها في قناة إنه جاء مضحي النادي وأنا منعته. أنا والله ما أدري، أنا ما قد جيت النادي ومنعني أحد بصراحة، يعني نادي النصر مفتوح للعيب القدامى ولا قد يعني منعت بصراحة. أنا جيت كم مرة النادي النصر وقعدت تفرجت على تمنيم ومن هو اللي قالها؟ من هو اللي قالها؟ واحد الله يذكره بالخير. آمين الله يذكره، الله يسامحه. أنت عندك حساسية من النصر أنت؟ أنت طبعا يا أبو حسام ما يمكن تقول يعني لو عاد بي الزمان ما لعبت، لأنه يكفيك نصيحة الدكتور الشرقاوي اللي قادتك إلى ما أنت فيه ما شاء الله، الله يعطيك الصحة. أي لاعب قديم في زمني والزمني قبل، إحنا كنا نشتري كل ما يخص الرياضة وما تلبسه على حسابك، بل كنا أحيانا نتساعد مع بعض اللاعبين إذا كان واحد عنده فرق في المال أو شيء، ما هي مشكلة. لو عاد بي الزمن لمثلت النصر مرة ومرتين وثلاث. يا سلام. أحمد، أكيد لو عاد بالزمن لا أنا يعني يمثل النصر. لا لي لا لا أكيد، لأن الأمور بالخواتيم ترى. يعني لا لو عاد بالزمن أكيد يعني الكورة والله يعني الهلال والنصر والاتحاد الرياضي كل الأندية عينين في رأس حقيقي، كلهم عينين في رأس والله. طيب وأنت نواف؟ أنا إيه أقول الحمد لله، ما شوف ما تأخذ من الدنيا إلا حقك. بالمناسبة صدقني دراسة بالدراسة يعني ابو نواف بالدراسة استاذ ناجي والله يا اخي لو عاد بي الزمن ما اخترت الرياضة عشان ابعد. انا ما احب الشهرة والله. بالمناسبة الزمن يعني والله ما الشهرة. ما مختار الدراسة ولا شيء. بالمناسبة الكابتن حسين كان ولا زال ان شاء الله بيكون مشروع مدرب ناجح. طيب. انا والله قلتها في غيابه.
طيب خلونا برضو نناقش أبسط الأمور وأبسط الحقوق للاعبين المعتزلين. أنا اللي قدامكم الآن، يوم من الأيام رحت مع لاعب في كأس العالم 94 ولا وسجل جول، أوكي، ولا نحدد اسمه، ومنع من الدخول للملعب إلا بدفع تذكرة بقيمة 300 ريال للمنصة. يعني هذه أبسط حقوق للاعب اللي خدم، وخدم وين؟ خدم على مستوى ناديه داخليا وخارجيا، وخدم على مستوى المنتخب وفي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية بل، وسجل أهم الأهداف. يلا ما بقل أقول أول اسمه سعيد العويران يعني، وممكن يقول له واحد لا تعال ادفع تذكرة. هذا شيء مؤلم صراحة. هذا المفروض الاتحاد السعودي يعطي كل لاعب بطاقة خاصة يعني. والله كابتن سعيد، كابتن ترك بصمة حقيقة في الكرة السعودية ومن هذا الـ لا ابو حسام، بس حتى ما يفهمون الناس اننا احنا ما نتكلم عن سعيد بعينه، احنا انا اعطي مثل لاعب المستوى يعني اللاعبين، لكن بشكل عام اي لاعب لو كان واحد رايح الملعب بيدخل، بس انك معها انت قالوا هذا يصير. انا دخلت المشكله، انا دخلت بدون ما ادفع. عندك انت بطاقه اعلاميه، والمفروض اللاعب، ولا زلنا نتكلم نقول البطاقه لما تصرف للاعب تخول لدخول الملاعب، تخول لدخول كذا للتامين الصحي. بس يا كابتن يعني ابو فهد العويران، ابو فهد الله يذكره بالخير، مختار من افضل 10 لعيبه في العالم. يعني شوف كيف الموقف، يعني انا شفته، وانا شفته في الرساله والله العظيم اني تاثرت منها. يعني شفت شكل ابو فهد بطريقه يعني النهائي اللي بين الشباب والاهلي، يعني كان شكله جدا غريب صراحه يعني والنعيمه يعني. بس هذه يمكن كان نجم كبير يعني، مستحيل اي شخص انه ينساه يعني. صحيح صحيح صحيح. طيب وانا على فكره صالح النعيمه، كابتن صالح يذكره بالخير ومسي عليه من هالمكان، وماجد عبد الله احنا ساكنين في حي واحد، فحقيقه ما قابلته بعد الحدث هذا، ولكن لا مثل ما قلت ابو حسام العملاق هذا يجب انه يتناسب مثل هذه الامور. شال كاس اسيا، انت تقصد في يوم راح ملعب الجوهره؟ طيب يوم تقصد في النهائي؟ ايوه ابو حسام، هذا اقول ابو حسام يعني اللاعب المفروض مع ظروف معينه يبدو نموذج يعني. لا شوف على فكره في قيادات في الدوله ما دخلوا، مش صالح في قيادات في الدوله ما ماجد في معليش نادي الهلال ترى كلمنا وقال في سوف نبغى نصدر عن طريق العلاقات العامه، قالوا لنا تعالوا عشان نصور، هذا اول السنه نصوركم لاستخراج بطاقة لاعب قديم أو ما أدري إيش بيكون مسماها. حلو. بس اللي كلمنا المسؤول عن العلاقات العامة قال تعالوا، أنا في ذاك الوقت كنت تعبان صحيا يعني شوي وما رحت بسبب أن كان عندي بعض الآلام في الأذن. الله يشفيك ويعافيك. آمين. فما رحت. ما آمين الله وإياك إن شاء الله ومن يسمع. ما ترى باس يا كابتن حسين. شفت، فكان يعني اتصلوا علي في ذاك الوقت كنت تعبان، ويمكن بعض اللعيبه راحوا، يمكن ابو فيصل ما اتصل عليك. من هو؟ ابو هاني اللي في النادي. والله انا ما ادري والله. هم اتصلوا في احمد يحسبونه لاعب نصراوي الحين، ما ادري. لا لا لاعب هلالي ما نصراوي. شفت يعني هو الان يعني النادي الهلال بادئ في هذه المشروع انه تستخرج بطاقه للاعب القديم. حلو. على فكرة مضحي الدوسري كان يقول لي قبل البرنامج بأنه يوم 13 رمضان هو وإبراهيم ماطر ومحسن الحارثي 12. وأحمد نصيب 12 رمضان رايح يلعبون مباراة ضد منتخب سابق، قدام النصر ضد منتخب سابق، ويقول أنه هذه لفتة كريمة وإيجابية وممتازة من شركة سابق اللي اهتمت فيهم واعطتهم هذا التكريم. تفضل مضحي. وفعلا هم بينظمون تكريم طبعا لعيب القدامى لعيب النصر، وطلب مني ان كم لاعب نصراوي انه يجي ويلعب مباراه تكريم مع منتخب سابق، وبعد المباراه يكرمون يعني ان شاء الله فيها ان شاء الله. طيب المحصله النهائيه في الربع ساعه الباقيه حنتكلم وش اللي يعني يتوقعه وينتظروا ضيوفنا اللي كل واحد منهم قدم خدمات جليلة من خلال ركض متواصل في الملاعب، إيش اللي يتوقعونه مستقبلا ممن يشاهد هذه الحلقة سواء على مستوى اللجنة الأولمبية مثل ما كرر أبو حسام، أو على مستوى الرئاسة العامة لرعاية الشباب،
أو حتى في اتحاد القدم المسؤولية الاجتماعية اللجنة اللي يرأسها الدكتور عبد الرزاق أبو داود. كذلك الكلام على موضوع أيضا مهم ويخص ويتعلق في الأندية. أبدأ بأبو حسام. أبو حسام تفضل، يعني الزبدة اللي تبغى تقولها لكل هذه الجهات، ماذا تتوقع من هذه الجهات؟ أتوقع إن شاء الله أنه يعني يعملوا عمل جاد، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الصناديق على أرض الواقع. وأنا لازلت أكرر وأناشد مقام مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي العهد، أنه يعني هذا الصندوق يحظى باهتمام جزئي بسيط، لأنه المبلغ 50 و100 مليون حتحل هذه المشكلة عن ظهر قلب. يعني لن يحتاج أي لاعب من القدامى أي أو يصيبه أي معضلة أو من ظروف الحياة، كانت صحية أو سكنية أو مواصلات أو شيء، إلا تنحل وتدار من ناس فيهم حب للعمل، وهو عمل خيري، تعد جمعية خيرية. يا أخي أنا أعطيك شيء بسيط، فيه جهة أمنية وكلنا نعرفها، اللي هي كيف ترى أسر الشهداء. يا أخي هذا بلد معطاء، هذا بلد معطاء، ما هو بلد حي الله، بلد معطاء. يعني التقصير من المسؤول، ولا ولاة الأمر ما قصروا، والله يجزاهم عنا خير ويحفظ هذه البلاد من كل الفتن ومن كل الشرور، ويبقينا ولي أمرنا ولي عهده ولي العهد، وأن يهتموا من هذا الصندوق. وأناشر من هذا المكان أي مسؤول يستطيع أن يوصل هذه الرسالة فهو مؤتمن عليها في هالليلة المباركة. جميل، تفضل أبو نواف. والله نتمنى يعني زي ما قال كابتن حسن، وأضيف على ذلك أن يكون في رابطة، رابطة اللاعب القدامى أو رابطة اللاعب المحترفين. للأسف الآن حتى اللاعب المحترفين ما في، يمكن تكلموا عنها أيام الجمعيات واللي حق اللجان حق التحكيم، واختاروا الظاهر بعض اللعيبة القدامى اللي هو فؤاد أنور ويوسف و... ولكن ما شفنا شيء. يعني أنا أتمنى أن هذا الآن... تقصد اللي دخلوا الجمعية العمومية، اللي دخلوا الجمعية العمومية ايه؟ هو المفروض هم يناشدون بعض اللي كل من دخل للاتحاد السعودي والجمعية العمومية أنه يطالب برابطة للعيبة قدامى أو محترفين. الآن تقصد رابطة داخل اتحاد القدم؟ هي رابطة أو رابطة خارج اتحاد القدم. يا أخي في مصر اللعيبة في لهم رابطة، هل هي أنشأت خيرية أو أنشأت على حساب الأندية أو الاتحاد المصري؟ أنا والله لا أعلم، لكن إن في رابطة. يعني الحمد لله إحنا زي ما قال الكابتن حسن، إحنا بلد معطاء الحمد لله. الله يديم الخير. تفضل أحمد. والله أبو حسام كفه ووفه بنواف، لكن أنا ناشد طبعا صاحب سمو الملك الأمير عبد الله بن مساعد طبعا، إنه يكون فيه اهتمام كبير لجميع اللاعبين وفي جميع الألعاب. يعني أتمنى صراحة بكل أمانة، يعني ما نبغى نوصل مراحل يعني جدا يعني سيئة يعني للاعبين القدامى. يعني ما أتكلم اللاعبين الحاليين، اللاعبين القدامى يعني. وعلى يدي الخير إن شاء الله عبد الواحد، على يدي الخير إن شاء الله. طيب مضحي، رجل حل الفطاح بإذن إن شاء الله. إن ما نبي نسبق الأحداث الحين، يعني سام ما نبي نسبق الأحداث ونقول نتوقع، لكن أنا مؤمنين إن شاء الله بالله فما صاحب سمو الملك الأمير عبد الله المساعد، وأنا عارف إن الرجل عملي جدا، إنه يفعل أدوار اللجان، فعل تفعيل صحيح يعني عشان يوضح العمل. لحد الآن إنه ما شفنا عمل ملموس بصراحة، لكن نقول إن شاء الله إن متفائلين في صاحب سمو الملك الأمير عبد الله المساعد والأعضاء اللي معه إن شاء الله، إنهم يفعلون الأدوار هذه وتفعيل كامل إن شاء الله، ويستفيد الكل طبعا، اللعيبة سواء قدم أو أي لعبة مختلفة. جميل. بالمناسبة نعم. أخوي ماجد، أنا حقيقة لو أعلم مصدر هذا الصندوق إن كان للوفاء أو اللجنة الأولمبية، أنا مستعد ومن هذا المكان أتبرع بمبلغ 100,000 ريال. الله يجزاك الله يجزاك خير. بس اللي دلني الدرب. الله يجزاك. على أساس إنه نمهد للأخوان اللي ما شاء الله تبارك الله أصحاب الملايين اللي في الأندية، إنهم يعينون بنص مستوى الأولين اللي ما شاء الله تبارك الله وصلوا محافل دولية ووصلوا لعيبة. والله أنا أعرف لك لعيبة، أنا أمس كنت في زيارة
لأخي وحبيبي أخي الكبير الكابتن سالم بن عبد الرحمن مروان في الله يشفيه ويعافيه موقعه، فكان يتحدث معي وأقول له من تتواصل معه؟ قال والله آخر ما كلمني شوف صور عثمان مرزوق ترك الكرة من 30 سنة. صحيح. خالدين ترك الكرة من 30 سنة. مفتاح غريب ترك الكرة من 30 سنة. يتواصلون معه. البيئة السعودية واللعيبة السعوديين حبايب وأخوة وبينهم الألفة والعشرة، لا نصر ولا هلال. يا أخي الله سبحانه وتعالى يفكنا من بعض الإعلاميين بس وبعض المشجعين المتعصبين، ولا شف حبايبي منا ما شاء الله هذا نص استواء هلالي ونصراوي، وقدامي حبيبنا اللي هو استواء كامل وهنا هلال، يعني فإحنا نتكلم بيننا ألفة ومحبة. إحنا نطالب المسؤول، إحنا نطالب الإعلام، إحنا نطالب الجمهور أنه دائما نكون على أسلوب راقي في ما يخص الرياضة السعودية. جميل. ونرتقي فيها. تو قبل ما يتكلم أبو حسام كنت بقول ناحية مهمة، مضحي الدوسري وأيضا حسن حمران قضوا عمرهم الكروي كله في نادي النصر، شوفوا يا جماعة الخير كيف يتكلمون ويتحدثون عن الأمير عبد الله بن مساعد، كيف هم متفائلين بأنه الأمير عبد الله بن مساعد أن يقدم خير كثير لكرة القدم السعودية، وأن يساهم بفكره الكبير وفكره الاستثماري كرجل أعمال ناجح في تطوير كرة القدم ورياضة والرياضات ككل، بوصفه الرئيس العام لرعاية الشباب بمرتبة وزير. هذا هو النفس اللي نبغاه. أيا كانت ميولنا لابد أن ندعم أي رجل يقف ويحظى بثقة يعني مولاي خادم الحرمين الشريفين الله يطول بعمره ويخليه وولي عهده. طيب لحظة بس الله يعينك. سم في شيء مهم، نقطة مهمة جدا، إن كل مسؤول يمسك الرئاسة ويمسك منصب لا نستعجل على عمله، فهمت علي يا ماجد؟ يعني لازم نعطي كل إنسان فرصة كاملة يطرح عمله كامل بعدين نحاسبه. إن مشكلتنا هنا أي مسؤول توه يمسك رئاسة ويمسك يعني منصب على طول نطالب ونطالب بعدين نحاسب وهو لسه ما اشتغل ولسه يعني ما فرض عمله في الميدان، يعني زي مثلا الأستاذ أحمد عيد أول ما مسك يعني مثلا اتحاد الكرة حاسبنا وإنه لسه ما شفنا عمله. بس موفق إن شاء الله والمأمول فيه كثير، وهو على فكرة الأستاذ أحمد عيد من أفضل من أنجبة الكرة السعودية. صحيح. اللي يعرف الأستاذ أحمد عيد من أفضل من أنجبة الكرة السعودية، له مواقف كثيرة جدا. أنا واحد من الناس اللي تفاجأت يوم من الأيام كنت عامل عملية وكان هو توه منتهي من الأهلي كلاعب وكذا، يتصل علي بكل أدب ويقوم بزيارتي، أنا تفاجأت بهذا الرجل ما يربطني بعلاقة. رجل فلا تستغرب. صحيح. فلا تستغرب إن شاء الله إن قياداتنا فيهم الخير والبركة، ونسأل الله التوفيق للجميع. جميل. طبعا برضو ناحية مهمة جدا وهي أنه في الفترة الأخيرة أصبح اللاعبين معظم اللاعبين عندهم وعي وإدراك كامل لقيمة وحقيقة المسؤولية الاجتماعية. أبو حسام حسن حمران قبل شوي يقول أنه إحنا كلعيبة كنا في فترات ماضية كثير إذا عرفنا أن في لاعب محتاج نتقاط، كل واحد يدفع اللي يقدر عليه اللي يقدر ربي عليه ونروح ونعطيها لهذا اللاعب. الحقيقة أنه هذا العمل الخيري الإيجابي لا يزال موجود لدى الكثير من الأندية، وحتى في أنا أعرف أندية معينة بكل ما يجي لهم مكافآت يستقطعون من المكافأة ويعطون العاملين في النادي اللي ما يشملهم هذا يعني أو هذه المكافأة. ناحية أخرى مهدي نزارقة قبل شوي يقول أو هو أنه أحمد القرون كل اللاعبين اللي هو أو اللي هم مرتبطين معه بعقود كوكيل أعمال 10% تقريبا من عقد اللاعب، يعني مثلا عندك حسن الراهب أكثر من اسم، 10% من عقد هذا اللاعب يستقطع لدعم الجمعيات الخيرية. أبو حسام هذا يعني عمل إيجابي يحسسنا أنه لازلنا بخير فعلا. الجمعيات الخيرية فيها خير وبركة، يا ريت يستقطعونها صندوق اللاعب أو صندوق الوفاء. صحيح. لأنه أقرب مالهم أخوهم وحبيبهم والكابتن اللي صار يوم من الأيام يطلعوا له بالتلفزيون واللي حببهم يدخلون الوسط الرياضي، يا ريت إن هذا الأمر يفعل، وأتمنى إن نشوف هذه الصناديق على أرض الواقع. نسأل الله إن نراها عن قريب، لأنه في حلقات وحلقات وحلقات تابعناها آخرها مع حلقة الثامنة
وجولة نجوم يا رجل، نجوم تسطر أسمائهم بمداد من ذهب، يسألون الناس على الإعلام أنهم في حاجة ماسة. وين نستنى بس الإجابة. أحمد أبو حسام يقول لا والله يجون هالعشرة في المية مثلا اللي مرتبطين مع أحمد القرون بدل ما يودونها الجمعية الخيرية يساعدون فيها لاعبين سابقين. والله صحيح. أنا في نقطة بقولها يا ماجد، فرضنا أنا الآن أنا لاعب معتزل تركت الكورة ماديا جدا سيء ومتزوج ولدي أولاد وزيك، أبغى أروح المستشفى مثلا وماديا جدا سيء، طيب إيش العمل هنا؟ إيش راح أسوي؟ أنا أولادي تعبانين، مفروض من الاتحاد السعودي أنهم يعطون بطايق مثل ما قال أبو نواف، تأمين صحي. تأمين صحي يعني بدون ما أرجع لل أروح أطلب أي شخص ثاني بس هذا النقطة اللي أحب تبينها لك. حلو، ترى تركي بالخالد يقول أنت رمز للوفاء. انبسط. يلا، هو أنا وتركي من خالد من 30 سنة يعني أصدقاء وأحباب. طيب تفضل مضحي، على هذا الجانب أنت معاهم ولا تقول لا خلهم يعني خلي اللاعبين هذول اللي موجودين وعقودهم اللي عقود كبيرة مالية تستفيد برضو الجمعيات الخيرية معهم، ولا تقول اللاعبين المعتزلين أولى؟ والله شوف الحمد لله ما شاء الله يعني البلد كله جمعيات خيرية، ليه ما يكون في جمعية خيرية للعيب القدامى؟ مسمى جمعية خيرية للعيب القدامى وتحط تصير جمعية خيرية للعيب القدامى، يعني بدل ما تصير مثلا صندوق الوفاء يصير جمعية خيرية للعيب القدامى أفضل. صحيح صحيح، يعني أفضل من أن مثلا يكون صندوق ولا شفنا لنا. كلام جميل كيف. كلام جميل، هو تغيير مسميات بس في النهاية الهدف واحد. وأتمنى ماجد أخوي ماجد يعني أتمنى إذا كان في جمعية خيرية للنجوم القدامى يكون المسؤولين عليه من وسط الرياضي، لأنه اللاعب لو راح جمعية خيرية محتاج الآن من القدامى اتهموه، لا اتهموه بأنه إن شاء الله ما يتهمونه بأنه رجل غني وكذا، ليش يحسبونه من اللعيبة اللي يجدونها الآن؟ صحيح. ما يجدون أنه في وضع. فإحنا كلنا يعرف أخي وكلنا عيال وكلنا عيال قري، يعني على الأقل الرياضي مع الرياضي فيه على الأقل معرفة. تفضل تفضل أبو نواف. هو شوف أنا أقول لك يعني مع الشباب بس إنه شياب اللي هي طبعا الرابطة والصندوق يعني واللجنة هذه حقت الدكتور عبد الرزاق المأمون كثير هذه الثلاثة إذا كان والتأمين أبو نواف أهم شيء اللعيبة فيهم خير، والله يعني أنا أعرف أنهم فيهم خير، بدل ما هي 10% خلها 5 للصندوق اللاعب و5 للجمعيات الخيرية. هذا أحسن اقتراح أنا في رأيي، يعني لا والله يعني أحسن اقتراح، يقول 5% إذا هي 10% من عقد كل لاعب مع أحمد القرون خلها 5 لصندوق اللاعب وخل 5 للجمعيات الخيرية. بركة بس انت خلي الصندوق ذا يفتح على ما قال بوهته هو انك ذا يجي بس يعني بس انت شوف الصندوق. اي شيء نبغى احنا الان يعني من هذا المكان نقول اي شيء من المسميات او من الصناديق او من اللجان احنا نبغى نشوفه بس على ارض الواقع. هذا صحيح، هذا نبغى نشوفه، خلنا نشوف نحس ان اللعيبة اللي غير مقتدرين المرضى اللي عندهم مشاكل في حالة عوز بالضبط. يعني في حالة احتياج ان يكون يوصلهم هذا الدعم. يعني اذكر انا في مرة من المرات وانا مدرب طبعا ان لعيبة الهلال تبرعوا، وشوف كيف التبرع كان، وضع زرف وانت تضع المبلغ اللي تبريه. وعلى فكرة للأسف انه هو ما كان رايح لل مو للأسف لا فخر هذا الشيء، كان رايح لناس محتاجين يعني كانت لفقراء في الرياض، مو بلاعب معين يعني مو لعيبة لا كانت هي راح. ولا يستغرب منكم في الهلال وفي النصر في أي مكان. لا هو شوف اللاعب السعودي فيه خير، أنا أقوله يعني الآن وبالمناسبة يا حسين ترى دولتنا فيها خير، حتى دولتنا فيها خير. شوف أحمد القرون جزاه الله خير ولعيبته هم قدموا الآن، فأتمنى من المدراء اللعيبة الآخرين يقتدون بأحمد القرون والربع. المناشدة وقلناها ودولتنا الله يحفظها من كل خير قريب، حتى صندوق إبراء الذمة وضعوه للي قد اختلس، فمالك بصندوق يدعمونه.
طيب نسأل الله التوفيق. أشيد في مبادرتك أنت وسعيد العويران اللي حدثت في موضوع سالم مروان، يعطيكم العافية. وليم القحطاني حكم سابق يقول تحدثوا عن موضوع سالم مروان، الله يشفيه ويعافيه. الله يشفيه ويعافيه. وحسن حمران وسالم مروان بألف خير عن بعض اللعيبة. متواصلين يعني معه كثير ومجموعة من لعيبة النصر، وأيضا على مستوى نقاط التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا انتشرت صورة كان ماطر ومحسن الحارثي ومجموعة من لاعبي النصر قد زاروا سالم مروان الله يشفيه مؤخرا. عموما نتمنى أننا نكون قدمنا شيء إيجابي يخدم هذا التوجه ويخدم كل من يعمل على مستوى المسؤولية الاجتماعية سواء في اتحاد القدم في الأندية وأيضا على مستوى اللجنة الأولمبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب. سامحونا إذا حدث أي شيء وأيضا على بعض القفشات الخفيفة. أنا أمون على أبو حسام وأشكركم جميعا يعطيكم العافية. تفضل أحمد. أحب أتحمد طبعا على سمو الأمير بندر محمد، أقول ألف لا بأس عليك أبو محمد وقدامك العافية بإذن الله. ما يرى بأس الله يشفيه ويرفع رئيس أعضاء شرف نادي له تواصل معنا كنصراويين وهلاليين وكذا. أيضا هنا في حالات كثيرة حلت للعيبة القدامى عن طريق الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز للعيبة هلاليين ولعيبة في الشباب ولعيبة في النصر. والله يجزاه خير. الله يجزاه ما كنت أبى أقولها بس عاد يتحملنا. الله يجزاه المحسنين خير. عموما فوانيس رقم 7 انتهى، احنا على موعد ان شاء الله مع فوانيس رقم 8 بإذن المولى عز وجل، والذي سيكون أو سيناقش اللجنة المختصة في يعني قراءة ودراسة لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه اللجنة اللي يعني حددها الاتحاد السعودي من داخل الاتحاد ويرأسها الدكتور عبد اللطيف أبو بخاري. سيكون ضيوفنا واحد من أعضاء اللجنة الخلوق جدا سلمان القريني أبو حمد الله يعطيه العافية، وكذلك أيضا الدكتور عبد العزيز الخالد والمهندس طارق التويجري وحمد الدبخي. بإذن الله تكون أيضا حلقة مفيدة. دائما مع فهد العتيبي مخرجنا الجميل وأيضا مع رئيس التحرير مهدي.